موضوع الفراخ المجمدة البرازيلي قالب البلد كلها فوقاني تحتاني. النهاردة هيكون كلامنا عن استغلال الحكومة لاحتياجات الشعب المصري، ومش هقولك بقى الفراخ في البرازيل بكام وهي هي نفس الفراخ في مصر بكام، ولا هكلمك يعني عن ذبحها بقى إذا كان حلال ولا على الشريعة الإسلامية ولا اتذبحت إزاي ولا ماتت بك الله أعلم، ولا هتكلم معاك في مدى صلاحيتها من عدم. ده كلام رفاهية. شوف، أنا مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى في تحري صدق المعلومة وأجرنا جميعا على الله. سنة 2018 خرجت نفس الحملة الإعلامية، ومن وراها كانت جهة سيادية يعني بتدعم هذه الحملة، بتقول للناس إيه؟ في فراخ برازيلي في الأسواق. وطلع عمرو أديب وقال دي كميلة يا كماحة، وخرج القرموطي، وطبعا انتوا عارفين ساعات انا بقلد القرموطي، بعمل القرموطي ستايل هنا، دخل بالفراخ وسلقها وكلها على الهوا، والدنيا وقال لك والله سلقوا لنا فرخة اهو جابوها وطعمها زي الفل، وبص عاملة ازاي، وبص الكمال والحلاوة، والدنيا زي الفل، والكل طبل لصفقة البيه اللواء ايا كان بقى هو مين. اللي حصل ان كان في عزوف غير طبيعي لشراء المنتج ده بسبب خوف الناس ان هي ما تكونش حلال، وشويه قال لك دي بتجيب مش عارف طفح جلدي، وكلام كتير متداول، والناس فعلا ما اشترتهاش. والله اعلم مصير الصفقه بعد ما الناس عزفت عنها وما اشترتهاش راحت فين. انا كنت بكلم حضراتكم عن كام 2018، برافو عليكم، ايوه بحبكم صاحيين معايا كده. احنا النهارده في 2023، يعني عدى قد ايه؟ 5 سنين. المفروض لو تاجر شاطر ما يجيبش الفرخة اللي ماتت منه في السوق والناس ما خدتهاش، ما يجيبهاش تاني، لأن كان في عزوف المرة اللي فاتت. لكن سيادة اللواء اللي بيستورد الفراخ قرر يعمل نفس الحركة، وكان مراهن إنه هيكسب المرة دي زي كل مرة، كان مراهن إن الصفقة هتاكل وهتقش الفراخ الفريش اللي موجودة في السوق، وكسب الرهان، وبقى فيه إقبال غير طبيعي على الفراخ البرازيلي، ونسبة العزوف قليلة. عارفين ليه بقى؟ لأن الناس مش فارق معاها مذبوحة حلال من مذبوحة حرام، دلوقتي مش فارق معاهم غير اللقمة، اللقمة اللي كانوا متعودين ياكلوها. فاحنا لازم نقول لهم إيه؟ برافو يا جماعة، لعبتوا على نفسية الشعب المصري بعد ما فقرتوه وطلعتوا عين اللي خلفوه وخليتوه يقبل بأي حاجة حتى لو فرخة ميتة. وبالمناسبة شعبنا المصري طول عمره نزيه جدا، وبالذات في الأكل، يعني العالم بره ما بيشربش إلا اللبن البقري لأن الجاموسي غالي جدا، إحنا ثقافتنا اللبن الجاموسي وبس. العالم كله بياكل فراخ مدبوحة جاهزة إلا إحنا، نروح عند الفرارجي ونجيبها صاحية ونشوفها وواقفة على رجليها وزي الفل، ونذبحها فريش قدام عينينا. ثقافة نزاهة اتربينا عليها من زمان قوي، لكن النهاردة ومع سلطة الجمهورية الجديدة ارضى بقى يا معلم بأقل حاجة، ارضى بأقل القليل، ارضى بالمقسوم، واوعى تغرد خارج السرب. طب جربوا كده، قولوا للناس في فراخ في السوق ب 30 جنيه، بس فراخ مش مدبوعة حلال، برضه هتبيعوا وهتكيشوا، لأن خلاص محدش فارق معاه منين وازاي، لأنكم حكمتوا البلد بالحديد والنار، واستخدمتوا الناس سوق، تروضوهم لحد ما يتعودوا وبعدين كش ملك. أما بقى عن الفراخ البرازيلي وطعمها وشكلها وبتطلع شوربة ولا لأ، ده اللي عايز أعرفه من حضراتكم النهاردة. كلمونا لو جربتوها وكلموني وقولوا لي لسه جربتوها ولا لأ، وقولوا الفراخ دي نظامها إيه. بص بقى، فراخ برازيلي، فراخ بلدي، كتاكيت ماتت، دولار يبقى موجود وقت ما نيجي نستورد، وما يبقاش موجود وقت ما نيجي نجيب العلف عشان ندخل العلف للكتاكيت تاكل. كلام كتير في الموضوع ده، محتاجين نسمع بعض ونتكلم مع بعض ونشوف احنا فين وهم بيعملوا فينا ايه.